الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة مفصلة من القاهرة الإخبارية عاصمة الخبر، وإلى أبرز العناوين. انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق غرب البلاد. على إثر أزمة سقف الدين الأمريكي، فيتش الائتمانية تصنف الولايات المتحدة سلبيا. الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بخرق الهدنة ويؤكد تصديه لانتهاكاتها. البداية مع تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية. أفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في كييف وثلاث مناطق غربي أوكرانيا. هذا وأعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب بمناطق الانفجارات ومحيطها. هذا ووافقت الخارجية الأمريكية رسميا على بيع منظومة الدفاع الجوي متوسطة المدى ناسامز إلى أوكرانيا بتكلفة تقديرية تبلغ 285 مليون دولار، وتشمل الحزمة المتوقعة أول نظامين للدفاع الجوي من طراز ناسامز المضادة للطائرات لتوفير قدرة دفاعية متوسطة إلى بعيدة المدى. يذكر أن ناسامز هي المنظومة التي تستخدمها الولايات المتحدة لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ووزارة الدفاع ومبنى الكابيتول في واشنطن. اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بمهاجمة السفينة الحربية إيفان خورس بثلاثة زوارق حربية مسيرة قرب مضيق البسفور، وأوضحت أن السفينة الحربية تابعة لأسطول البحر الأسود وتمت مهاجمتها في المنطقة الاقتصادية لتركيا، وذلك على بعد 140 كيلومترا شمال شرقي مضيق البسفور، وذلك أثناء قيامها بتأمين خطوط إمداد الغاز. وأشارت الدفاع الروسية إلى نجاح السفينة الحربية إيفان خورس في صد الهجوم الأوكراني عن طريق أسلحتها القياسية المدعومة بها، وأنها تقوم حاليا بمهمتها بنجاح بعد فشل الهجوم الأوكراني عليها. رجح مسؤولون أمريكيون أن يكون الهجوم الذي استهدف الكرملين بطائرة مسيرة في وقت سابق من الشهر الجاري من تدبير الجيش أو الاستخبارات الأوكرانية. وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن وكالات الاستخبارات الأمريكية لا تعرف على وجه التحديد الوحدة المسؤولة عن تنفيذ الهجوم. ووفقا للتقرير، أعرب هؤلاء المسؤولون عن اعتقادهم في أن الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي لم يكن على علم بذلك الهجوم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن هناك تغييرات جوهرية عميقة تحدث على الساحة العالمية، وشدد بوتين على أن الاقتصاد الروسي لم يشهد حالة انهيار كما راهن الغرب. في المقابل، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس إن روسيا يجب أن تدرك أنها لا يمكن أن تنتصر في حربها ضد أوكرانيا. حرب تصريحات لا تتوقف بين روسيا والغرب تزامنا مع حرب في الميدان على الساحة الأوكرانية انتهى الربع الأول من عامها الثاني. في موسكو جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التأكيد على قوة اقتصاد بلاده، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الغرب خسر رهانه
على انهيار اقتصاد موسكو. وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي الأوراسي في موسكو، اتهم بوتين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بممارسة ضغوط على حلفاء روسيا عبر سلاح العقوبات لدفعهم لعدم التعاون مع روسيا. إن الأزمات في الاقتصاد العالمي والتجارة العالمية تتعرض للكثير من التحديات، ولكن الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الاقتصادي الأوراسي وصل إلى 1.6%، وهذا سيناريو مختلف تماما، والكل كان ينتظر انهيار اقتصادنا، ولكن ذلك لم ولن يحدث. وعلى نهج رئيسه، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الدول الغربية بتعمد إثارة الصراعات بين الدول، محذراً من أن زيادة انخراط الغرب في أوكرانيا سيؤدي إلى حرب نووية. وأشار في هذا الصدد إلى أن دول الناتو أصبحت جزءاً من الصراع في أوكرانيا. في المقابل، قال وزير الدفاع البريطاني خلال زيارته كييف إن روسيا يجب أن تدرك أنها لا يمكن أن تنتصر في حربها ضد أوكرانيا، وأن بريطانيا وحلفائها مستمرون في تقديم الدعم الكامل لحكومة كييف. أحدث سلاح دعمت به المملكة المتحدة أوكرانيا هو صاروخ ستورم شادو الذي يحقق ضربات عميقة، في حين أن هذا هو أول صاروخ بعيد المدى تزود به أوكرانيا من قبل حلفائها. وزودنا كييف به بسبب روسيا التي تستمر في استخدام أسلحتها بعيدة المدى لاستهداف المدنيين والبنية التحتية والحيوية المدنية، بما يتعارض مع كل القانون الدولي واتفاقيات جنيف. في السياق ذاته، تؤكد أوكرانيا أن التحالف الجوي الغربي الداعم يضمن انتصارها في مواجهة القوات الروسية. وبالرغم من التصريحات الواثقة من معسكري موسكو وكييف، فإن مراقبين يرون أن الأزمة الراهنة في أوكرانيا ستحل عبر تسوية سياسية على طاولة المفاوضات. قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن واشنطن تفحص التقارير التي تفيد باستخدام أوكرانيا لمركبات أمريكية داخل روسيا. وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة أوضحت لكييف أنها لا تؤيد استخدام المعدات الأمريكية الصنع في مثل هذه الأغراض. أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ستولتنبرغ أن أوكرانيا لن تتمكن من الانضمام إلى الحلف ما دامت الحرب مستمرة. وخلال فعالية نظمها صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة في بروكسل، أضاف ستولتنبرغ أن الناتو سيدرس تلك الخطوة عندما تنتهي الحرب، ومن المتوقع أن يحضر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي قمة الناتو في يوليو المقبل، فيما جدد زيلينسكي دعوته للانضمام للحلف معتبرا أنه لا يوجد حاليا أسباب منطقية لرفض عضوية أوكرانيا في الناتو. قال وزير الدفاع النرويجي بيرن أرليد جرام إن بلاده لم تتخذ قرارا بشأن منح أوكرانيا مقاتلات F-16. وأكد جرام أن النرويج ستدعم تدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه المقاتلات. يأتي ذلك بعد أيام من إعلان أوسلو أنها ستزود كييف بثمانية أنظمة راجمات للصواريخ بعيدة المدى وثلاثة رادارات لرصد مواقع المدفعية. وإلى هذا الخبر العاجل، حيث صرح المتحدث باسم هيئة قناة السويس جورج صفوت بتواصل محاولات قطر سفينة توقفت في مجرى قناة السويس بسبب عطل في الماكينات. وذكر المتحدث باسم هيئة قناة السويس أن سفينة تشين هاي تونغ التي ترفع علم هونغ كونغ قد توقفت عند الكيلو 159 بزاوية بجوار الجانب الشرقي للقناة.
أفاد مراسل القاهرة الإخبارية في مسقوب اندلاع حريق بإحدى الشرفات بمبنى وزارة الدفاع الروسية وسط العاصمة، وقد هرعت خدمات الطوارئ إلى موقع الحريق، هذا ولم يتم الإعلان عن أسباب الحريق. ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن مئات الآلاف من قذائف المدفعية الكورية الجنوبية في طريقها إلى أوكرانيا عبر الولايات المتحدة، وذلك بعد أن اعترض سول في بادئ الأمر على تسليح كييف. وأشارت الصحيفة أن ترتيبات سرية جرت بين سول وواشنطن لنقل القذائف إلى الولايات المتحدة من أجل تسليمها إلى أوكرانيا، مؤكدة أن انفراجة تحققت بعد زيارة الرئيس الكوري الجنوبي لواشنطن الشهر الماضي وعقد قمة مع رئيس جو بايدن. أكد السفير الروسي في بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيغورا أن كوريا الشمالية طورت مجموعة شبه كاملة من الصواريخ البالستية، وصرح ماتسيغورا أن سياسة بيونغ يانغ لتطوير الصواريخ البالستية تأتي على خلفية ما وصف بسياسة واشنطن العدائية. وقال ماتسيغورا إن بيونغ يانغ لا تفكر في تنفيذ هجمات ضد واشنطن أو طوكيو أو جارتها كوريا الجنوبية. أكد وزير خارجية سويسرا إيغناسيو كاسياس أن حكومة بلاده ستقوم قريبا بصياغة موقفها تجاه إعادة بيع دبابات ليوبارد الألمانية. وأوضح كاسياس أن حكومته تتابع عن كثب المناقشة في البرلمان السويسري بشأن هذا الاقتراح، لكنها لم تعقد مناقشات بشأن هذه المبادرة. في مارس الماضي وافق البرلمان السويسري على سحب دبابات ليوبارد 2 من الخدمة القتالية، مما يخلق ظروفا لإعادة بيعها إلى شركة التصنيع الألمانية. نتحول إلى أزمة سقف الدين الأمريكي، حيث أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي عن تقدم طفيف في المفاوضات الجارية بشأنها، ودعا الرئيس بايدن لضرورة تقليل الإنفاق. وخلال مؤتمر صحفي سابق بشأن سقف الدين الأمريكي، حمل ماكارثي الديمقراطيين مسؤولية زيادة الإنفاق على أعلى مستوى في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اختلافات نحن نعرفها، يجب أن ننفق أموالنا أقل ما فقنا في العام الماضي، هذا الأمر ليس بالصعب، ولكن في واشنطن وبشكل ما هذه تمثل مشكلة، فقد قاموا بزيادة الإنفاق مع غالبية الديمقراطيين أكثر من 33%، ولا يوجد أي منزل يستطيع تحمل ذلك. نستطيع إيجاد السبل للتخلص من ذلك، الرئيس تخلص من أشياء كثيرة نستطيع التحدث عنها، ولكننا وجدنا طريقة عقلانية لفعل ذلك. أعتقد بأننا نستطيع أن نحقق التقدم اليوم، وهذا ما أعمله. كما أشار ماكارثي إلى وجود خلافات حول سقف الدين العام بسبب زيادة إنفاق الديمقراطيين، وعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي عن اعتقاده في حدوث تقدم بمفاوضات رفع سقف الدين، مؤكدا أن الحل في خفض الإنفاق الحكومي. لا، أولا لا أعتقد أن سيحصل عجز، ولا أعرف كيف يمكن القاء اللوم على الجمهوريين. اللوم الوحيد علينا هو أننا الوحيدون الذين تصرفنا. إذا كان الشعب الأمريكي لم يروه إذا ما كوفي على عدم العمل تجاه المشكلة، فإن الديمقراطيين سيفوزون بهذه الجائزة في كل يوم. فعل ذلك مع مدار 44 على الحدود ومع التضخم، وكذبوا علينا وقالوا بأنه انتقالي، وفعلوا ذلك مع سقف الدين وقالوا يجب أن نتحدث. فأنا آسف إذا أردتم القاء اللوم على الجمهوريين لحل المشاكل، فسنتقبل هذا اللوم. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالين إن سوق المال معرضة لمواجهة اضطرابات كبيرة في الفترة التي تسبق تخلف الولايات المتحدة المحتمل عن سداد الديون. وذكرت أن وزيرة الخزانة ملتزمة حتى الآن بالوفاء بالالتزامات، مشيرة إلى أن الدرس الأكثر أهمية من أزمة سقف الديون في عام 2011 هو أن فقدان الثقة من جانب الأسر والشركات يضر بأداء الاقتصاد. وذكرت أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال ضيقا، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة التضخم الأساسية.
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستيالينا جورجيفيا إنها واثقة من أن الولايات المتحدة ستتجنب التخلف عن سداد ديونها. يأتي ذلك رغم اختتام ممثل الرئيس الأمريكي جو بايدن والجمهوريين جولة جديدة من المحادثات بشأن سقف الدين دون إحراز تقدم. وعلى صعيد آخر استبعدت حدوث تحول سريع في احتياطات الدولار الأمريكي العالمية، مشيرة إلى أن سبب استخدام الدولار كعملة احتياطية ينبع من قوة الاقتصاد الأمريكي وعمق أسواق رأس ماله. خلال 3 سنوات فقط ارتفع سقف الدين الأمريكي بأكثر من 8 تريليونات دولار، حيث بلغ 23 تريليونا و200 مليون دولار في 2020، فيما بلغ 31 تريليونا و400 مليون دولار في الأول من يناير من العام الجاري. إلى هذا الخبر العاجل، حيث صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأن أعمال الإنقاذ البحري نجحت في التعامل باحترافية مع عطل طارئ لماكينات سفينة البضائع تشين هاي تونغ 23، وذلك خلال عبورها للقناة ضمن قافلة الجنوب في رحلتها قادمة من السعودية ومتجهة إلى مصر، حيث يجري الآن قطر السفينة للغاطس الخارجي للسويس بواسطة 3 قاطرات. بلغ طول السفينة التي ترفع علم هونغ كونغ 190 مترا وعرضها 32 مترا وحمولتها تقدر ب 34,000 طن. ينضم إلينا هاتفيا الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. سيادة الفريق صباح الخير، ما الذي حدث تحديدا لهذه السفينة، وإلى أي مدى كانت سرعة الفريق الذي يعمل على إعادة تعويمها مرة أخرى؟ حصل عطل في السفينة ساعة 350/4 الفجر، وبالتالي بيحصل عطل في مكانها، مفيش سيطرة على السفينة، فهي سفينة جنسيتها هونغ كونغ وجاية من السعودية، والحمولة اللي عليها 34,000 طن، وهي سفينة بضايع يعني. فلما حصل العطل السفينة جنحت على الضفة الشرقية، وبالتالي بيبقى متابع دايما مع السفن قاطرات بتبقى ماشية صاحبة للسفن دي عشان أي حادث، وبالتالي أول حاجة بتتم في الجهود إن القطر اللي مصاحبة دي هي اللي بتقدر تسيطر على المركب في أول ما تحصل حادثة، ومتخلاش الموقف يتفاقم يعني. مع في نفس الوقت بيكون طبعا الحركه مركز الحركه عندنا بيكون بلغ وبتكون تتحرك على طول القطارات، ففي 3 قطارات تحركوا فورا فور بدايه الحادث يعني علشان نتعامل مع السفينه. فعلا احنا تم السيطره على السفينه وتم بدء قطرها الساعه 8:15 دلوقتي، واحنا في غضون ساعه ان شاء الله القوافل كلها ترجع وحركه المناح ترجع طبيعيه جدا. لكن زي ما حضرتك قلت طبعا ان الجهود تبقى سريعه جدا، وفي نفس الوقت ان احنا عامل وقت بالنسبه لنا بيبقى عامل
مهم جدا بالنسبه للسفينه عشان الموقف نفسه ما يزيدش تعقيد. نعم. لما بتلحقها في الاول ده اللي بتعمله القطرات اللي بجوار السفينه يعني بتثبتها في المكان اللي هي فيه لغايه ما بقيه القطرات تيجي، وده يعني ايه دي الموقف اللي بياخد مننا الفتره يعني اللي هي ساعه ونص او ساعتين بكثير قوي، واحنا دايما على طول الحمد لله بنبقى جاهزين والخدمات بتبقى موجوده والورادي والشيفتس بيبقى موجود طول اليوم على مدار ال 24 ساعه عشان ينفذ على طول اي حادث طارئ او يحل اي حادث طارئ، واحنا الحمد لله نجحنا خلال الثلاث ساعات ان احنا نكون مخلصين الموقف بتاع السفينه وهي بتتأثر دلوقتي يمكن فضل لها لما كلهم كانوا 7 كيلو عشان ترجعها تاني السويس فضل لها يمكن حوالي 15 دقيقه او 20 دقيقه وتبدا على طول القوافل ان شاء الله تعود لطبيعتها تاني ومش هتتاخر القوافل، احنا هنعمل حسابنا ان احنا نتعامل مع القوافل بحيث تخش بسرعه والمواضيع ترجع كل السفن توصل في ميعادها برضه ما يبقاش برضه اخرناهم ان شاء الله. اذا نستطيع القول بان الازمه قد مرت بنجاح سياده الفريق. الحمد لله، بقول لحضرتك اتمنى الربع بدا القطر للجنوب وهم كلهم كانوا 7 كيلو فرق بين السويس وبين موقع الحادث ودول يعني خلاص فينا على وشك الخروج دلوقتي من السويس او ما تخرج من السويس هيتم رمي المخطاف وتم التعامل بقى لاصلاحها لان في العطل المكنات طبعا مش نفس حاجه هيوم كان هيجيبوا لهم قطع غيار بقى التوكيل يجيب لها قطع غيار، لكن بعديها على طول اول ما ترمي المخطاف تبعد عن المدخل بتاع السويس القوافل كلها تبدا تشتغل ان شاء الله. نعم، السبب في هذا العطل او سبب في هذا الجنوح سياده الفريق كان عطل في الماكينات وليس فقط بسبب الظروف الجويه كما حدث في وقت سابق. لا لا، هي كان عطل في التوجيه وفي الماكينات وبالتالي بتفقد السيطره على السفينه، ما بقاش في ما فيش استجابه لاي السفينه ما بتستجيبش لاي مطلب بيطلب لانه ما فيش ماكينات شغاله. هو كان عطل اساسا ما كانش في حاجه ثانيه يعني ما كانش لا بسبب الظروف الجويه. نعم، يبدو ان الفريق لديك معالي سياده الفريق لديه الخبره الكافيه لسرعه الاستجابه لهذه المواقف، ربما تابعناه على مدار العامين الماضيين هناك تقدم كبير في هذه الفرق التي تعمل بمجرد ان يكون هناك اي ظرف طارئ داخل مجرى قناه السويس. والله الحمد لله هم طبعا محترفين وذو خبره عاليه واكتسبوا خبرات كتير خلال الفتره زي ما حضرتك قلت الفتره السابقه دي ان احنا نتعامل بسرعه واحنا كمان موفرين لهم كل الوسائل والامكانيات والقدرات زي ما دايما سياده الرئيس يقول لي لازم عندك كل القدرات الموجوده لقناه السويس، قناه السويس قناه كبيره فاحنا فعلا سيادته بيوفر لنا كل الامكانيات والقدرات يعني التعاقدات على القطارات، التعاقدات على الكراكات، على كل ما بنطلبه ما بيتاخرش علينا وبالتالي بقى عندنا من المعدات والاجهزه اللي هي تتعامل بسرعه وبحرفيه مع المواقف اللي زي دي، والناس عندنا كمان زي ما بقول لحضرتك عندهم خبره متراكمه كبيره فبالتالي بيتعاملوا باحترافيه جدا حتى في الاوقات اللي هي الصعبه، يعني دلوقتي هنقول الحادثه حصلت الساعه 4 الا 10 الفجر فبالتالي التوقيت ده يعني برضه ما فيش ضوء نظام لكن معاهم بقى كشافات ومش يعني فعلا زي ما حضرتك بتقول الحمد لله في جاهزيه واحترافيه في التعامل مع المواقف اللي زي دي. نعم، سياده الفريق الى اي مدى ساعدت وجود تفريعه جديده او قناه سويس جديده في مثل هذه الحالات تحديدا لديكم في قناه السويس وهي المجرى الاهم في العالم حيث يعتمد عليه معظم التجاره العالميه؟ طبعا لا، احنا عايزين نقول ان قناه السويس الجديده نقلت القناه نقله ثانيه خالص وغيرت التصنيف بتاعها وزادت عدد السفن بالضعف وزادت الايراد العائد بالدولار للضعف، فكون ان احنا بقى عندنا قناتين لما كانت السفن ما بتزيدش عن 42 ل 45 سفينه في اليوم دلوقتي بتوصل المتوسط يعني 70 وبنوصل يعني في الشهر الشهرين كان 107 سفينه، فلا قناه السويس كده اثرت تاثير كبير جدا وعلى الدخل وعلى عدد السفن اللي بتعبر قناه السويس وعلى الخدمه اللي احنا بنقدمها كمان للتوكيلات وللشركات العالميه. صحيح، ومن بينها طبعا خدمه الانقاذ والتصرف السريع في مثل هذه الحالات. اشكرك شكرا جزيلا سياده الفريق اسامه ربيع رئيس هيئه قناه السويس، شكرا جزيلا لحضرتك. أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تحول النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية الخاصة بالتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وقالت الوكالة في بيان إن قرارها هذا يعكس التوترات السياسية المتزايدة التي تعيق حل المشكلة عبر رفع سقف الدين العام أو تعليق العمل به في وقت يدنو فيه بسرعة الموعد النهائي لبلوغ الدين العام الأمريكي
السقف المحدد له قانونا. هذا وأعلن البيت الأبيض أن التصنيف فيتش السلبي للاقتصاد الأمريكي يؤكد أهمية تجاوز أزمة سقف الدين. والآن مع تطورات الأوضاع في السودان. أعلن الجيش السوداني مواصلة الميليشيا المتمردة انتهاك الهدنة المعلنة لاتفاق جدة. وأكد الجيش السوداني مواصلة الميليشيا هجومها على مدينتي الجنينة وزلينجي ومحاولاتها لحصار مدينة الأبيض، بالإضافة لاحتلالها للمستشفيات والمرافق العامة والخدمية. وقصف سلاح الإشارة وقاعدة وادي سدنة، مشيرا إلى إبلاغ الجهات الراعية للاتفاق، لكن الميليشيا المتمردة لم تستجب لأي من متطلبات الهدنة. وأضاف الجيش السوداني أنه تصدى لهذه الانتهاكات وقام بطرد عناصر الميليشيا من مطبعة النقود وسك العملة. كما أفاد الجيش السوداني بسقوط طائرة تابعة له إثر عطل فني بالمحرك، وتمكن الطيران من مغادرتها بسلام. قال مراسلنا إن المعارك تندلع بين الجيش السوداني ودعم السريع في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم. يأتي ذلك بعد ساعات من سماع دوي نيران مدفعية كثيفة قرب قاعدة وادي سدنة العسكرية في ضواحي العاصمة. وأضاف المراسل أن الدعم السريع اقتحم مطابع العملة في الخرطوم. أكدت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى 885 حالة و 3634 حالة إصابة. وأضافت النقابة في بيانها أن الاشتباكات لا زالت جارية بين القوات المسلحة والدعم السريع، مشيرة إلى أن هناك العديد من الإصابات والوفيات لم يتم حصرها لعدم الوصول للمستشفيات بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد. قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن وقف إطلاق النار في السودان مؤشر جيد وصامد إلى حد كبير. وأضاف كيربي أن واشنطن تنسق مع شركائها الدوليين لضمان استمرار الهدنة في السودان. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم محمد إبراهيم مراسل القاهرة الإخبارية. أهلا بك محمد، ما هي الأوضاع لديك في الخرطوم وغيرها من المدن الأخرى السودانية، خاصة بعد اتهام الجيش للدعم السريع بخرق الهدنة والاتفاق الموقع في جدة في السعودية؟ حاليا الأوضاع هادئة في الخرطوم، هناك يعني هدوء حذر في عدد من أحياء الخرطوم، ولكن نلاحظ هناك تحليق جوي للطيران في سماء العاصمة الخرطوم. لكن أيضا بالأمس كانت هناك مواجهات في عدد كبير من أنحاء العاصمة الخرطوم على الرغم من قرار الهدنة بين الطرفين، لكن الآن نتوقع أن تعود هذه المواجهات، خصوصا وأننا اعتدنا في كل صباح أن تكون الأوضاع هادئة ومن ثم تنفجر الأوضاع، ونتوقع أن تنفجر الأوضاع مثلما شهدت البلاد بالأمس مواجهات كبيرة في مواقع كبيرة، وحتى ساعات متأخرة من ليلة أمس كانت أحياء الخرطوم توجد بها اشتباكات بين ميليشيا الدعم السريع والجيش السوداني، وكذلك في منطقة أم درمان ووسط أم درمان وكذلك شمال أم درمان، وتحديدا منطقة وادي سيدنا العسكرية التي تعتبر أكبر منطقة عسكرية في السودان. وأما فيما يتعلق بمدينة شرق النيل أو منطقة شرق النيل التي تقع شرق العاصمة الخرطوم، كانت
قد شهدت مواجهات في مواقع مختلفة، والآن تتواجد قوات الدعم السريع في الشارع الرئيسي لهذه المنطقة، وتتواجد في عدد من المواقع الاستراتيجية، خصوصا وأنها تقوم بعمليات تفتيش المركبات التي تعبر إلى الخرطوم. أما فيما يتعلق في الخرطوم الآن، كما أسلفت، الأوضاع كما تبدو هادئة، لكن هناك أصوات متقطعة من حين لآخر في وسط الخرطوم، وأيضا نتابع هناك يعني تحليق جوي للطيران، ونتوقع كما تحدثت أن تستأنف الجانب الميليشيا أعمالها بمثل ما مارست أعمالها العدائية تجاه المواطنين، خصوصا وأنها ترتكز في الشوارع الرئيسية، على الرغم من أن المواقع التي كانت تزرع لها قد تم تدميرها منذ أول يوم في الحرب التي مضى عليها أكثر من شهر. نعم، أشكرك شكرا جزيلا محمد إبراهيم من الخرطوم، مراسل القاهرة الإخبارية، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات. أعرب رئيس الفترة الانتقالية بجمهورية تشاد محمد إدريس ديبي عن تضامنه وتقديم كل من ما من شأن استعادة الأمن والاستقرار بالسودان. وخلال استقباله مبعوث رئيس مجلس سيادة الانتقالي السوداني، أكد ديبي أنه لن يسمح بدخول أي قوة عبر الحدود إلى السودان للإضرار بأمنه واستقراره. من جانبه شكر المبعوث السوداني ديبي على قراره بإغلاق الحدود السودانية التشادية أمام القوى التي تضر بأمن واستقرار البلاد. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة له أمام مؤتمر بنك التنمية الإفريقي إن إشكالية التغييرات المناخية هي قضية وجودية يجب أن تأتي على رأس الأولويات الاستراتيجية، وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في إفريقيا أدت إلى خسائر تجاوزت 70 مليار دولار، بالإضافة إلى خفض نمو الإنتاج الزراعي بنحو 34%. بينما تحتفل القارة الأفريقية بيوم تأسيس الاتحاد الأفريقي، تواجه القارة تحديات عدة أبرزها التغير المناخي، إذ تبقى دول أفريقيا أكثر المناطق في العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، حيث تواجه موجات شديدة الجفاف ضربتها خلال السنوات الأخيرة، ومن المتوقع أن تكون للتغيرات المناخية مخاطر على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي وموارد المياه وعواقب شديدة الصعوبة على البشرية وأهداف التنمية المستدامة في أفريقيا. ولأجل كل هذه المخاطر البيئية التي تتعرض لها القارة الأفريقية، نبهت مصر على أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في أفريقيا أدت إلى خسائر تجاوزت 70 مليار دولار، بالإضافة لخفض نمو الإنتاجية الزراعية بنحو 34%. إن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تتزايد على الدول الأقل نمواً، وهو ما يظهر بوضوح في دول القارة الإفريقية، حيث تؤدي هذه التغيرات إلى ارتفاع معدلات الجفاف واتساع رقعة التصحر وتراجع إنتاجية المحاصيل الزراعية. 54 دولة أفريقية هي الأقل تسبباً في تغير المناخ، حيث تسهم بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، إلا أنها الأكثر تأثراً بتداعياته، حيث تراجعت جودة أكثر من 700 مليون هكتار من الأراضي الزراعية في جميع أنحاء القارة. وفي هذا الصدد تخسر أفريقيا ما يقرب من 4 ملايين هكتار إضافية سنوياً من الأراضي، ويتزامن ذلك مع حالات الجفاف وانعدام الأمن الغذائي الذي يجبر الناس على الهجرة ويضعف التنوع البيولوجي الذي يؤثر على الحياة.
وبرغم التحذيرات الأخيرة اتضح أن 2% فقط من $3 تريليونات التي تم استثمارها في مجال الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم على مدار 20 عاماً الماضية وصلت إلى أفريقيا، حيث إنه في حال إعادة التوازن إلى التمويل المناخي فيها فإن هذه القارة ستكون نموذجاً ناجحاً للتنمية المستدامة منخفضة الكربون. القارة الأفريقية تتميز بإمكانات كبيرة تؤهلها لتكون نموذجاً للتنمية المستدامة منخفضة الكربون ومرتفعة النمو، فيما يعد التمويل العامل الرئيسي المطلوب لتحقيق نتائج فعلية ملموسة. رحبت مصر بجهود لجنة 6+6 المشتركة والمشكلة من مجلس النواب ومجلس الدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية، وأعربت مصر عن تطلعاتها لمواصلة مجلسي النواب والدولة واللجنة مهامهم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وأكدت أهمية إتاحة المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله. يتطلع الأردنيون في احتفالهم بالعيد 77 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية بعزيمة وأمل نحو مستقبل أكثر إشراقا وإنجازا لوطنهم، عاقدين العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء لدولتهم العزيزة بقيادة الملك عبد الله الثاني. وتشهد محافظات المملكة الأردنية على مدى 3 أيام احتفالات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين. يمر اليوم العام 42 على تأسيس مجلس التعاون الخليجي الذي يعد من التجارب التكاملية الناجحة في المنطقة وركيزة أساسية للأمن والاستقرار لبلاده الست الأعضاء. ولا يزال المجلس الذي تأسس في 25 من مايو لعام 1981 أهم كيان إقليمي استطاع أن يحقق الكثير من المكتسبات لصالح دوله وشعوبه. We'll be right back.
والآن نتحول إلى ملف الانتخابات الرئاسية في تركيا. يبدأ اليوم الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان ومنافسه المعارض كمال كيليتجاروغلو الخطابات الدعائية في وسائل الإعلام في إطار سباق الانتخابات التركية. ومن المقرر أن يبدأ التصويت داخل تركيا الأحد المقبل، على أن تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإعلان النتائج الأولية فور انتهاء عملية الفرز. أعلن حزب النصر التركي بزعامة أوميت أوزداغ دعمه لمرشح المعارضة كمال كيليتجاروغلو في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الرئيس المنتهية ولايته رجب طيب أردوغان. ودعا أوزداغ الناخبين إلى اختيار كيليتجاروغلو باعتباره سيتبع سياسة إعادة اللاجئين إلى بلادهم، مؤكدا أن تركيا تواجه مشكلة وجود 13 مليون لاجئ على أراضيها. وأوضح زعيم حزب النصر أن أنقرة لا يمكن أن تتجاوز أزمتها الاقتصادية بدون إعادة هؤلاء اللاجئين، مقترحا إعادة اللاجئين خلال سنة ضمن القوانين الدولية وبشكل آمن. أفاد مراسل القاهرة الإخبارية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يعين الجنرال تشارلز براون رئيسا لأركان الجيش. على صعيد آخر، جدد الرئيس بايدن مطالبته للكونغرس باتخاذ قرار بشأن حظر الأسلحة الهجومية، وشدد بايدن على أهمية وجود قوانين وتشريعات أكثر صرامة بشأن تداول الأسلحة الهجومية وشرائها. وتعاني الولايات المتحدة من ارتفاع ملحوظ لحوادث إطلاق النار، والتي يتم معظمها بشكل فردي نتيجة لامتلاك المهاجمين للأسلحة الهجومية. قدم الجمهوري رون دي سانتيس طلبا رسميا للفوز بترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2024، وذلك حسب ما أظهرت مستندات أودعت لدى اللجنة الفيدرالية للانتخابات. وانتخب دي سانتيس في عام 2018 ليكون حاكما لولاية فلوريدا، حيث يعد المنافس الرئيسي لدونالد ترامب في ترشيح الحزب الجمهوري. أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أنه يتوجب على الحكومات إعادة ترتيب أولوياتها لضمان الاستغلال الأمثل للموارد. وخلال إطلاق تقرير توقعات الاقتصاد الأفريقي 2023 على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية، أوضح حسن عبد الله أنه لابد من تطوير البنية التحتية الحالية في إفريقيا لتصبح أكثر ملائمة لتحقيق النمو الأخضر والمستدام. حسنا، في البداية أود أن أشيد بالتقرير الذي اتسم بالشمولية، وكذلك الملخص الذي تناول عدد من التفاصيل الهامة، وكذلك أريد أن أتناول الموضوع من الزاوية العملية. نحن في حاجة إلى القطاع الخاص ليس فقط للتمويل، ولكن أيضا نرى في كافة البلاد أن إدارة القطاع الخاص تتسم بالكفاءة على المدى البعيد، وهذا حقيقة الأمر. وفي الجانب الآخر، الفرص المتاحة، هل هناك فرص متاحة؟ نعم، وفقا للواقع هناك تريليونات من الدولارات المتاحة. الأمر الثالث، إفريقيا هل لها موقع متميز؟ نعم لديها،
فرص وتميز تنافسي كبير من حيث توافر رأس المال البشري وكذلك الموارد الهائلة التي تنعم بها، وبالتالي يمكن وضع بعض المنهجيات التي تتسم بالنجاح. الأمر عندما يتعلق بالقطاع الخاص، هل كيف؟ أعتقد أن هذا أحد الأسئلة لدي، أحتاج إلى إجابة يمكن أن تجيبونا عنها. ما هو الدافع للقطاع الخاص؟ هو عامل واحد فقط، بغض النظر عن طول فترة النقاش، ولكن هناك زوايا خاطئة لابد أن نتجنبها، ولابد أن نضمن المساواة في العوائد المتاحة للقطاع الخاص التي تضمن تغطية المخاطر من خلال بعض الامتيازات لتشجيع الابتكار، وكيف يمكن تحقيق ذلك. وبالتالي يمكن أن يكون هناك دور حيوي في هذا الصدد. هناك بالطبع وبفضلهم جميعا لقد زادوا مستوى الوعي بشكل كبير، ومن ثم لابد أن يكون هناك عادات تمويلية. هذه هي القضايا التمويلية من خلال الضمانات أو الاقتراض أو الاقتراض الهجين أو أيضا عدد من المجالات الأخرى، كلها تأخذ وقت طويل، لابد أن تكون عبارة عن حزم جاهزة، فبالتالي يمكن تحقيق العدل والمساواة. وبالتالي الأمر والزاوية التي أرغب أن أتناولها والتركيز عليها حول تخفيف المخاطر، وبالتالي بالطرق العملية يمكن وضع حزم التي يمكن تنفيذها في عدد من الدول أو في عدد من القارات، وهذه الحزم تسمح بالتمويل الملائم مع تحقيق المساواة. أود أن أؤكد على إحدى النقاط في نهاية كلمتي. هناك بعض القضايا التي لم يتم تناولها في التقرير، وقد قرأت التقرير كاملا، ولكن لابد أن أركز على الـ FDB في المعتاد في إفريقيا عندما نقوم بعمل مشروعات مستوى على مدى طويل، نستعين بالعملة الصعبة وفي القطاع الخاص والقطاع العام. وتناول هذه القضايا هو إحدى العوامل الأساسية لكثير من عمليات التمويل، وهناك الكثير من العوائق أمام التمويل بعيد المدى. أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي انقساما بين المسؤولين حول مسار رفع الفائدة خلال الاجتماع القادم، بينما أكد المحضر أن الآراء تميل إلى التوقف عن رفع الفائدة. ونقلت وول ستريت جورنال عن محضر الفيدرالي أن جانبا من مسؤول الفيدرالي أكدوا أنه لا بد من المضي قدما في تجديد سياسة نقدية، بينما توقع آخرون تباطؤا في النمو يستدعي التخفيف من وتيرة تجديد السياسة النقدية. رياضيا، يستضيف مانشستر يونايتد فريق تشيلسي في لقاء مؤجل من الجولة 32 من الدوري الإنجليزي، ويحتاج المانيو لنقطة واحدة لضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. أعلن مجلس النواب في البرازيل استدعاء السفير الإسباني في البلاد لجلسة استماع حول قضية اللاعب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد. وذكر البرلمان البرازيلي أنه يخطط للاستماع إلى السفير الإسباني لفهم الإجراءات الملموسة التي تتخذها السلطات في بلاده فيما يتعلق بالإساءات العنصرية والتي تعرض لها مهاجم ريال مدريد. إلى هنا تنتهي نشرتنا وهذه تذكرة بالعناوين. انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق غرب البلاد. على إثر أزمة سقف الدين الأمريكي، فيتش الائتمانية تصنف الولايات المتحدة سلبيا. الجيش السوداني يتهم الدعم السريع بخارق الهدنة ويؤكد تصديه لانتهاكاتها.
لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب، كما يمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال آب ستور أو جوجل بلاي أو من خلال QR كود الظاهر أمامكم على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.